بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبوة رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أفضل الصلاة والتسليم. لما نيجي نشوف مثل بيانيا أو ريبريزنت جرافيكالي الإنيكواليتي دي. طيب هنرجع بالذاكرة كده لما كان بيجيبها لي فانكشن. يعني لما كان بيقول لي إيه؟ لما كان بيقول لي واي إيكوال إكس بار 2 بلس 5 إكس بلس 6. انا كنت عشان امثل دي بيانيه كنت بعمل ايه؟ بتعامل معاها كانها ايكويشن الاول. كنت لازم الاول اول حاجه نعمل لها فاكتورايز عشان نجيب الاكس انترسبت او الايه؟ او التقاطع بتاعنا، يعني ازاي مع التقاطع مع الاكسات. طيب فكنا بنعمل اكس واكس، ال 6 دي بتبقى 3 و2 عشان مجموعهم يدي 5. الساينز ده طالما الاخير بوزيتيف الاثنين زي النص، بوزيتيف بوزيتيف. طيب كنا بعد كده بنعمل ايه؟ بنقوم قايلين مره الاكس ايكوال نيجاتيف 3 ومره الاكس ايكوال نيجاتيف 2. دول كده كانوا بيسموهم الاكس انترسبتس او مقطع اكس. طيب كنا بنجيب برضو الفيرتكس. الفيرتكس ازاي؟ الفيرتكس دي كنا اللي هي راس المنحنى كنا بنحتاج حاجتين، نحتاج نجيب الاكس اللي هي نيجاتيف بي اوفر 2 اي، بنعوض فين الاي والبي والسي، ده الاي اللي هو ال1 وده البي وده السي. كنا بنعوض بقى نيجاتيف بي يعني نيجاتيف بي اللي هو 5 اوفر 2 اي يعني 2 تايمز 1 كانت بتطلع 2.5. 2.5 نجيب الواي، الواي ناخد ال 2.5 دي نعمل بيها سبستيوشن، نعوض بيها هنا دي يعني نكتب 2.5 بار 2 بلس 5 تايمز 2.5 بلس 6. لو حسبنا دي كده مثلا بالكالكوليتر، او لو انا مش مسموها بالكالكوليتر ممكن احسبها، دي لو اتعملت تايمز دي هتدي نفسها تديك 6.25، ودي هتديني 1.25، ودي 6 هيبقى 6.17 و6 13.50 او 13.5. طب دي بتمثل ايه بقى؟ دي بتمثل رأس المنحنى بتاعنا او الفيرتكس. هتبقى 6، هتبقى 2.5 الاكس وبعدين الواي، يعني هتبقى 2.5 مع 13.5. طيب الحاجه الاخيره احنا قلنا دول هيسموهم ايه؟ هيسموهم اكس انترسبتس او بيقولوا عليهم مقطع اكس، اللي هما الاثنين دول اللي طلعوا دول. طيب ودي كده الفيرتكس او راس المنحنى، بيقولوا عليها راس المنحنى لو بتدرسها بالعربي. طيب ايه تاني؟ السكس الاخيره دي بتمثل الواي انترسبت. واي انترسبت يعني التقاطع مع الواي. فلما اجي ارسم الفانكشن بتاعتي هترسم كده بالمنظر ده بناء على هذه المعلومات، اهي هتترسم كده. طبعا ده الاكس اكسس وده الواي اكسس، هتبتدي تترسم ازاي؟ احنا عندنا دلوقتي الاكس انترسبتس اللي هم ايه؟ نيجاتيف 3 وادي نيجاتيف 2، دول كده يعني معناه مقطع اكس هما اللي النقطتين دول. طيب الفيرتكس بتاعتي عباره عن ايه؟ عباره عن 2.5 و13.5، 2.5 و13.5. فالمفروض ادي 2.5 هنا كده و13.5، يعني المفروض انها تكون جايه هي 2.5 يعني في النص بين ايه؟ بين 2، يعني دي كانت جايه نيجاتيف، معلش دي كانت نيجاتيف 2.5 انا اسف، شوف الرقم هنغلط في حاجه. دي كانت نيجاتيف 2.5، اما نسيت النيجاتيف غلطت مع الدنيا. يبقى دي كانت نيجاتيف 2.5، يبقى دي كانت هتطلع نيجاتيف 12 نيجاتيف 1.25. فكان ايه اللي هيحصل؟ 6 بلس 6 12 ماينس 1 كان هيديني 11 بوينت، كان هيديني 11، صل على النبي، 6 و6 12 ماينس ده كان هيديني 11، بس كان هيديني 11 وخلاص. يعني ده كان هيبقى 2.5 نيجاتيف 2.5 اند 11، نيجاتيف 2.5 اند 11. شفت بقى الماينس؟ لما انا نسيتها غلطت لي المساله. طيب يبقى دي الفيرتكس بتاعتها نيجاتيف 2.5 اند 11، دي معناها ايه بقى؟ نيجاتيف 2.5 اكيد في النص هنا ما بين نيجاتيف 2 ونيجاتيف 3، وواصله لحد ال 11، يعني واصله لهنا كده، واصله لحد هنا كده. ماشي؟ طيب يعني المفروض الفانكشن يعني هتطلع عامه واخده المنظر ايه؟ واخده المنظر ده كده.
هي جايه بوزيتيف كمان. انا ممكن انا اكون بس غلطان في الحسابات. المهم يعني هتطلع اخد المنظر ده لان هي عامله اكس انترسبتس عند نيجاتيف 2 نيجاتيف 3. تمام، ممكن يكون في غلطه في الحسابات. طيب انا اللي يهمني في القصه دي كلها ايه؟ اللي يهمني في القصه دي كلها ايه؟ ان هي طبعا قطع الواي عن اس اكس منظرها كده. هو بيقول لي ايه؟ اكس اكبر من او واي اكبر من الفانكشن دي. لما يقول لي واي اكبر يعني انا هختار ايه؟ هختار الفاليوز اللي اكبر منها. اللي اكبر منها هيبقى يعتبر ايه اللي جواها؟ ايه اللي جواها؟ يعني ايه؟ يعني الجزء ده، الجزء اللي جواها ده يعتبر هيبقى الواي اكبر من الفانكشن بتاعتي او اكبر من الرسمه بتاعتي. طب لو كان قال لي اصغر هيبقى الجزء اللي ايه؟ اللي بره منها. يبقى الاصغر الاكبر هيبقى الجزء اللي فوقيها، يعني الكيرف بتاعت الفانكشن عامل كده. لو قال لي اكبر كان هيبقى الجزء اللي جواها، قال لي اصغر هيبقى الجزء اللي بره منها. ده الفكره بتاعتي. طب ايه او يساوي؟ او يساوي يعني الكيرف بتاعنا هيبقى متوسط كده. طب لو شال علامه او يساوي دي هيبقى الكيرف بتاعنا متقطع. يعني لو شال العلامه دي كده بس كده هيبقى الكيرف متقطع كده كده، يعني مش متوصل كده، متقطع كده داش ده لاين. بس دي الفكره بتاعتك. لكن هو كان جايبها بصراحه جريتر ذان اور ايكوال، يبقى الكيرف بتاعنا هيبقى متوصل بالمنظر ده. ادي الفكره بتاعت الايه؟ الرسم. فانا حتى لو انا رسمتها، حتى لو ما جبتش الفيرتكس، ممكن انا اجيبها بالاكس انترسبتس. مجرد ما عرفتهم هم والواي اهو بينوا لي العمليه، الاكس انترسبتس اللي هم نيجاتيف 2 ونيجاتيف 3، والواي انترسبت اللي هو ال 6 الاخيره دي. وبانت منين؟ بانت طبعا ان الفانكشن بتاعتي بوزيتيف. عرفت منين؟ لان الاكس بار 2 جايه بوزيتيف، فطلعت بالمنظر ده اكبر. هو بيقول لي بقى بتمثل بيانين، يعني عايز الجزء الايه؟ الاكبر منها، يبقى الجزء اللي فوق الايه؟ اللي فوق الفانكشن نفسها، او ما بين الفانكشن نفسها. دي الفكره بتاعت الايه؟ المسألة بتاعتي. طيب هو جايب لي دي برضو، دي أصلا كانت الفكرة إيه؟ بحاول أنا أخلي الواي اللي عليه. طيب هو بيقول لي إن الكلام ده أكبر من واي. طب ما نفهم من كده إن الواي، حاول أخلي الواي هي اللي إيه؟ أصغر من الكلام ده؟ أصغر من الكلام ده؟ أما الكلام ده لا، بولينوميال دي أكبر من الواي، يبقى الواي أصغر منه. واتعامل معها على هذا الاساس، ناخدها على النكت ايكوال ونشتغلها عادي جدا عشان نجيب الاكس انترسبتس اللي هو المقطع مع اكس. طيب دي لما كنت باجي اشتغلها كنت ممكن بقى ايه؟ عشان اجيب المقطع بتاعها ممكن اخد النيجاتيف دي بره اهي وعامل مشترك، فبتبقى نيجاتيف وادي اكس بار 2 ماينس 12 اكس بلس 36. ما النيجاتيف لما اخده كومن بيغير الساينز جوه، وببتدي اعمل فاكتورايز اهو اكس واكس. ال 36 هتبقى 6 تايم 6 طالما الاخير بوزيتيف والاثنين زي النص. طيب لما كنت اجي اشوف بقى المقطع اكس كده هيبقى ايه؟ او الاكس انترسبت بنعكس اشاره ده بس، يبقى الاكس ب 6. طبعا كده هي مكرره، يعني معناها هي قطع الاكس في بوينت واحد اللي هي الاكس. طيب وكده كده مقطع واي، مقطع واي المفروض اللي هو الرقم الاخير ده اللي ما فيهوش، يعني اللي هو الواي ايكوال نيجاتيف 36. ده كده يعتبر اكس انترسبت او مقطع اكس، وده كده مقطع واي اللي هو ده واي انترسبت. تبقى لنا حته مهمه جدا، الكيرف بتاع الفانكشن ابورد يعني بص لفوق ولا داون وورد. قال لك لو انت بصيت النيجاتيف دي يعني معناها الكيرف هيبقى عامل كده مقلوب كده، طالما جنب الاكس بار 2 نيجاتيف يبقى البارابولا بتاعتك هتبقى باصه لتحت كده. فلما اجي ارسمها اهو، ادي الاكس اكسس وادي ده كده الاكس، وهنا ده الواي اكسس. طيب هي دلوقتي ايه؟ قطع الاكس عند 6، يعني عند 6 هنا كده ده الاكس، والواي قطع عند نيجاتيف 36. عند واي، الواي عند ايه؟ عند نيجاتيف 36 هنا كده. طيب هو احتياطيا لو انا عايز اجيب الفيرتكس بتاعتي اجيبها،
يعني هجيب الفيرتكس بتاعتي لو احترافيا عايز اجيبها يعني يفضل عشان تبقى الرسمه ادق يعني. طب الفيرتكس كنت بجيبها ازاي؟ بسيطه جدا. نيجاتيف بي اوفر 2 اي يعني ايه؟ يعني اخد ده اهو، اجيب حاجه اسمها اكس الاول، نيجاتيف بي اوفر 2 اي، ده الرسمه تبقى ادق يعني. يعني نيجاتيف البي عندي ب 12 يبقى نيجاتيف 12 اوفر 2 اي، الاي عندي بنيجاتيف 1 يعتبر. والاي هو الكوفيشنت اوف اكس بار 2. فكانت هتطلع دي 6، كانت هتطلع دي هتطلع 6. طيب الكالكوليتر ارجع 6 دي اعوض بقى في الفانكشن بتاعتي، يعني ايه الواي اهو هيبقى نيجاتيف بدل الاكس هكتب 6 بار 2 بلس 12 وهنا 6 ماينس 36. لو حسبنا دي على الكالكوليتر هتبقى نيجاتيف 36 ونيجاتيف هتطلع 0، دي هتطلع 0 72 ماينس 0 دي هتطلع 0، يعني معناها الفيرتكس بتاعتي هتبقى 6 و0 اللي هي رأس المنحنى. طب ما 6 و0 يعني هي دي برضه، هي دي رأس المنحنى. يعني فهمنا من كده ايه؟ فهمنا كده من كده ان الفانكشن هيطلع شكلها عامل كده، ما دي رأس المنحنى تطلع بصل تحت كده وقطع عند الايه، عند النيجاتيف 36. طيب انت حضرتك عايز نعمل ايه بقى؟ عايز نعمل الشيدنج او التظليل. انت بتقول لي واي واخده الاصغر، الجزء الاصغر، طبعا الاصغر بيبقى تحت الكيرف، الاصغر بيبقى تحت الكيرف. طيب ولو انت عايز برضو تتاكد ان انت صح تحت الكيرف او فوق الكيرف، ممكن تعمل تيست صغير كده. تيست صغير ازاي؟ يقول لك حط الواي بزيرو وحط الاكس بزيرو في المساله اللي جايه اصلا دي بعد ما انا عدلتها دي، او دي حط بدل الاكس زيرو. لو انت حطيت بدل الاكس زيرو بدل الواي زيرو، يعني التست ده ممكن تعمله على جنب كده اهو، حط بدل الاكس زيرو بدل الواي زيرو وشوف ايه اللي هيطلع كده اهو. لو حطيت بدل الاكس زيرو هتبقى زيرو باور 2 بزيرو بلس 12 تايمز زيرو ماينس 36. طيب اكبر من، حط بدل الواي زيرو وشوف المعلومه دي هتطلع صح ولا غلط، شوف المعلومه دي هتطلع صح ولا غلط. طبعا انا لو حسبت كده للناحيه دي ده كله هيطلع لي نيجاتيف 36 اكبر من زيرو. طبعا المعلومه دي غلط، المعلومه دي غلط. طالما ان المعلومه طلعت غلط يبقى يقول لك لون الناحيه اللي ما فيهاش الاوريجين، الاوريجين بوينت اللي هو دي. لو المعلومه دي كانت طلعت صحيحه، لو كانت طلعت نيجاتيف 36 كده اصغر من زيرو كنت هلون الناحيه اللي فيها الزيرو، يعني كنت هلون كل اللي بره ده. طب لكن المعلومه طلعت غلط، نيجاتيف 36 مش اكبر من زيرو، يبقى معناها لون الناحيه اللي ما فيهاش الزيرو. يعني الفانكشن بتاعتي قاسمه الرسمه نصين، ناحيه فيها زيرو اهي وناحيه ما فيهاش زيرو، لا احنا هنلون الناحيه اللي ما فيهاش الزيرو، يعني هنعمل شيدنج للمنطقه دي اللي ما فيهاش الزيرو. هي دي الايه، وبيكتبوا على دي السوليوشن سيت او الـ او الـ يعني الريبريزنتيف بتاعت الانيكواليتي. ولكن لو كنت انا طلع المعلومه دي صح كنت هلون الناحيه اللي فيها زيرو اللي بره. وفي ناس تانيه بيريح دماغه ويقول لك خلاص طالما الواي جايه اصغر اصغر يبقى لون انت الحته اللي ايه؟ اللي تحت الكيرف او اندر الكيرف. يعني لون الحته اللي هي اندر الكيرف تحت. طب لو جالك اكبر لون انت الحته اللي فوق الكيرف، يعني كنت هتلون كل اللي بره ده، ده مشيلنج كل اللي بره ده. بس هي دي الفكره في هاو تو بريزنت ذا انيكواليتي جرافيكالي. طبعا هي يعني مساله قويه جدا، بس الحمد لله يعني اتمنى تكون اتفهمت يعني ازاي بنعمل الريبريزنت كده. يعني كسمري او تلخيص لكل اللي قلناه، ان انا لو الكيرف باصص كده او الكيرف باصص كده، لو جالي واي اكبر كانه بيقول لك لون اللي فوق الكيرف، يعني لون اللي حته. طب هنا بالنسبه دي واي اكبر، اه لون اللي فوق الكيرف، يعني اللي بره هو ده اللي فوق الكيرف. في دي بقى لو جالي واي اصغر للذان، لون اللي تحت الكيرف، ادي الكيرف اهو هتلون المنطقه اللي تحت مش اللي جواه يعني. طب لو جالك ايه اكبر، لو جالك اصغر انا اسف مع الكيرف ومقلوب كده، لون اللي تحت، يعني هتضطر تلون اللي جوه. يبقى دايما الاكبر دي بترمز لاباف او فوق، لون فوق، ودي اندر لون اللي تحت الكيرف، يعني اباف كيرف اباف ذا كيرف، ودي بترمز انت اندر ذا كيرف لون اللي تحت.
يعني بعد ما نعمل التيست، يعني بقى لو انت عملت التيست برضو اضمن، ولكن لو انت عملت التيست برضو هيطلع نفس النوتس اللي انا يعني بقولها دي كتبسيط للمعلومه، يعني ان انت لو اكبر واجي اكبر لون الايه اللي بره الكيرف، لون اللي فوق الكيرف، يعني الكيرف اهو لون اللي فوق، الحته اللي فوق سواء هو كده بقى او هو كده، لو كده برضو لون اللي فوق. طيب لو انت واي ليف فان، لون اللي ايه، لون الحته اللي تحت. طيب طب لو شال لي علامه ايكوال دي بقى، هتشال لي العلامه دي، ايه بقى الفرق لو شال لي دي؟ الفرق ان الكيرف بيبقى داش، داش دي يعني ايه، منقط، يعني عامل ازاي، متقطع كده 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 كده، متقطع مش متوصل ببعض. هنا برضو نفس القصه اهو اهو كده، الكيرف بقى اسمه داش دي كيرف او داش دي لاين، يعني متقطع، يعني معناها الخط بتاع الكيرف مش معانا، مش داخل معانا في الحل. هنا برضو نفس القصه، هتلاقيه كده تلاقيه متقطع كده، يعني داش دي كيرف هنا برضو كده. لكن لو لو هي في علامه ايكوال، لا هو هيبقى متوصل، لان الخط نفسه بتاع الكيرف اللي هو ده بتاع البارابولا ده بتاع المنحنى يعتبر معانا في التمثيل الباني او في الحل. ادي الفكره بتاعتها التمثيل الباني. اتمنى ان شاء الله انها تكون يعني ايه اتفهمت تماما، يعني هو درس قوي جدا، بس الحمد لله ان شاء الله ربنا يكرمك.